تحية للزميل محمد فتح الرحمن من خلال هذا التقرير الصباحي الجميل مع أسرة المتفوقين في امتحانات الشهادة السودانية. بالمناسبة يعني نجاح الأطفال أو الأبناء في البيت بيعزز السلوك الإيجابي للأخوان اللي بيكونوا في البيت، صحيح، وبدي دفعة معنوية للأم والأب إنه واصلوا في نفس الاتجاه بتاع أطفالهم، إنه ممكن يوم من الأيام يكونوا أحد النوابغ زي إيسار. حتى صحيح. الجو في الاستوديو بالمناسبة عندما من الصباح تجي كوباية الشاي كوباية القهوة نفسيا بتكون مرتاح، في جانب نفسي بتكون مرتاح أكيد عشان تقدر تقدم الجانب المفيد يعني أو في السلوك العام عموما. النفسيات بتأثر عليك يعني بصورة عامة، يعني على حسب مودك بتشتغل؟ والله على حسب المتغيرات اللي بتكون في الحياة، لو كانت الأجواء أجواء إيجابية فأنت بتكون شخص إيجابي، حتى الشخص اللي شغال معي أنت هسه يعني المود إيجابي فبالتأكيد حينعكس إيجابيا يعني أنا على نفسيا بأثر المشاهدين، عليك صحيح، أو ممكن برضو كل السادة المشاهدين اللي هم بيتابعونا الآن يتأثروا بالكلام إحنا بنقول، لأنه الإعلام برضو هو عنده رسالة ذو حدين، إما تكون إيجابية أو تكون سلبية، لكن نحن في قناة الشروق نأمل من كل في كل رسالة مقدمة أن تكون رسالة إيجابية. صحيح. طيب نشوف الكلام ده مع دكتورة إسراء شبيكة اللي هي اختصاص علم النفس. تخلي مدام إسراء وإسراء موجودين، أنت ممكن نديك إجازة شوية كده في الفقرة دي. والله أنا أستريح، لكن في الشائعات الحاصلة والتفاصيل الحاصلة في مجتمعنا هتطلع من الخندق بتاعتك؟ عايزين نجيب في الموضوع ده شوية. طيب. والتأثيرات النفسية بالنسبة للأمن النفسي. أول حاجة رحب بك دكتور إسراء، ازيك، كيف الحال؟ يسعد صباحك يا حمزة. صباح الخير يا إسراء، سعيدة بك، وصباح الخير على كل اللي بيشاهدونا عبر صباح الشروق. الصباح ده ذاته مش محفز نفسي ممتاز للزول اللي بيصحى بدري اصلا، ما بيضيع ولا بيفوت جمال الصباح؟ طب بكل تأكيد يعني طول ما الإنسان عنده تفاصيل حاجاته وعنده الوقت اللي بكفيه لحاجاته وعنده المود زي ما قال، وكثير من يعني بتتطلب المهنية أكثر من المود يا حمزة، لأنه ما خلاص أنت قعدت قدام الكاميرا مفترض أنك أنت تأدي أداءك بغض النظر عن تفاصيلك المختلفة، بكل كل التفاصيل دي أكيد بتأثر يعني مع بعض. طيب جميل، اليوم موضوع كبير كغير العادة يعني في صباح الشروق، لما نتكلم عن الأمن النفسي في أشياء كثيرة جدا بتجي في أذهان السادة المشاهدين. أول حاجة خلينا نتعرف عن مفهوم الأمن النفسي وبعد ذلك نجي لمحاور ثانية. ببساطة كده موضوع الأمن هو نوع من الاستقرار، نوع من الاستقرار النفسي، إذا كان داخل الأسرة، إذا كان داخل المجتمع، إذا كان داخل الوطن، نوع من الاستقرار يحقق الرضا، يبعد عن الخوف والقلق والألم، كل الأشياء اللي عندها علاقة بالحاسيس السلبية والأفكار السلبية اللي ممكن تنازع الإنسان أو تكبله أو تكبل مفاهيمه بإحساسه بأي خوف أو قلق جايه. يعني الأمن هو أساس الحياة، صحيح، طول ما أنت حاسس بالأمان والأمن، طول ما أنت حاسس بأنك أنت بخير، طول ما أنت حاسس بالأمن داخل بيتك داخل بلدك، طول ما أنت حاسس بأنه وضعك مستقر. يعني لو ضربنا مثال بسيط، أنت لما تكون خارج بلدك، أي شخص يكون خارج الوطن مهما تتوفر له سبل الحياة وجماليات الحياة بحس أنه في حاجة فاقدة، حاجة ناقصة. يعني أنا لو مشيت في الشارع ما بيكون زي بلدي، صح، فأهمية الأمن هنا بتيجي كبيرة جدا. فلما ينعدم الأمن أو يتزعزع الأمن بالنسبة لأي شخص في بيته أو في الشارع داخل بلده، بتبقى دي من أكبر الكوارث الممكن تصيب الإنسان في حياته. يعني طيب تأثير شنو المباشر على الزول كفرد وعلى المجتمعات اللي بتكون يعني هي ما حاسة بالأمن؟ يعني تأثير كبير يا إسراء، بيبدأ من الأفكار، بيبدأ من أفكارك، بيبقى من قلقك، من خوفك، بيبقى من تفاصيل حياتك. يعني ممكن تحصل بعض المشكلات للإنسان داخل بلده أو داخل أسرته تأثر على أمنه، يفضل داخل بيته، يعني حتى سير الحياة الطبيعي ما يمشي، شكل الحياة الطبيعية ممكن ما يبقى، ما يمشي. ليه؟ لأنه أنا خايف أو أنا قلقان أو لأنه الوضع بالنسبة لي ما مطمن أو لأنه في أي تفاصيل عندها علاقة بالتأثير الأمني بالنسبة لي. في الفترة الفاتة الناس كانت قاعدة في بيوتها وكانت خايفة من إن هي تمارس لها أي نوع من الممارسات اليومية حتى لو كان الشغل. نحن نقدر نقول قبل حمزة بدأ بقصة الشائعات، جزء من الحرب النفسية داخل السياسات، داخل المشكلات الخاصة، المشكلات العامة إلى آخره، مفهوم الشائعات بيخدم كثير موضوع الأمن النفسي. يعني أنا ممكن أطلع شائعة وعلى أساسها أنا بخدم بها فكرة معينة،
عشان عايز شخص معين يكون في مكان معين، انا ما عايزه مثلا يعمل الحاجه الفلانيه، فبالتالي الشائعه ممكن تاثر على موضوع الامن النفسي فيه. الاخطر من انه انا اعمل شائعه او الاخطر من انه اثر بموضوع هو تداوله. تداوله يعني في شخص ممكن يكون ما سمع الحاجه، يعني ما سمع بالقصة الغريبة اللي ممكن تلاقيك في الشارع أو الناس اللي بيعملوا كده أو اللي ما بيعملوا ولا كده عايشة. ولا عايشة، لكن تداول الشيعة نفسها وطريقة التعامل مع الشائعات نفسها والكلام اللي بيحصل هو ممكن يكون سبب من الأسباب اللي بتخلي الناس تتأثر تأثير جمعي بمفهوم الشائعات، مما يساعد على عدم الاستقرار بالنسبة لأي شخص يعني داخل بيته حتى. يعني ممكن نقول الأمن النفسي ويعني أو انتشار الشائعات ممكن تؤثر على الأمن القومي عموما أو أمن البلد، يعني معظم الشائعات اللي بتنتشر بتأثر سلبا لأنه في متلقي خارجي بيشوف الحاصل عندنا فبرسم صورة ذهنية قد تكون خاطئة. يعني بكل تأكيد واحدة من الاستراتيجيات اللي بتخدم الأغراض السياسية، أنا أطلع شائعة بفهم إنه ألهي ذول من حاجة مفترض هو يعمل حاجة تانية مختلفة مثلا يعني، فهي واحدة من الاستراتيجيات المهمة جدا وبتخدم الأجندة السياسية بصورة خاصة. وحتى داخل البيت هسه لو داير الطفل ما يطلع بقوم بخوفه، صح، لو داير ما يعمل حاجة ممكن أخوفه، هو طبعا سلوك خاطئ في النهاية خاصة داخل التربية، يعني داخل الأسس التربوية بالنسبة للأولاد من أسوأ الأشياء إنك تخوف الطفل، ده جزء من الأمن النفسي، ما أنت خوفته وديته عدم إحساس بأنه ما حس بالأمان حتى ما يعمل أول حاجة ما يمشي أو تفاصيل زي دي يعني. فهي استراتيجية بتخدم بعض يعني القواعد في المهمة في بالنسبة في الجانب ده دكتور القومية. إسراء معليش، يعني قلتي حتى الأطفال أو النج في البيت، فعندما بعد نخوفهم فنفسياتهم حتى لما يكبر الواحد تأثيره بيكون النفسي كبير جدا لما يتخذ قرارات في المستقبل، فهل برضو الخوف أو عدم الإحساس بالأمن في الداخل في الأسرة ممكن يؤثر مستقبلا على الشاب أو على الزوج؟ بكل تأكيد، لأنه الليلة أنت كشخص واعي وناضج وبيمتلك من العقل ما يكفي، عندك القدرة في أنك تفرس. يعني أنا لو جيت أو كانت في شيء أو كانت في موضوع ممكن ما يخوفني أو يقلق بي وأمارس حياتي طبيعية، لأنه أنا عارفة بحسابات المنطق ده وراه شنو أو أسبابه شنو أو الكلام ده ممكن يحصل أو ما يحصل. هنا عندك قدرة على أنك تقدر تستوعب وتفرز الأشياء أو تعرف إذا كان الكلام ده ممكن يكون أو ما يكون. الطفل غير، الطفل أمانه أمه وأبوه، بيته مصدر الثقة بالنسبة له وإحساس الاستقرار هو أمه وأبوه، فإذا كان الطفل بتخوفه ببعض الأساليب أو ببعض الطرق فبالتالي بتأثر على نفسياته، فبالتالي بتأثر على شخصيته، كل ما يكبر الموضوع بيأثر. يعني بالذات الحياة اللي عندها علاقة لو عملت كده بعمل لك كده، نوع من التخويف ممكن يكون في تخويف بحيوانات، ممكن حتى بالليل لو الطفل داير ينوم يقول له مثلا الحاجة الفلانية، يعني ايا كان نوع الاساليب بتاعت التخويف اللي ممكن تاثر على استقرار النفسي بالنسبه للطفل يعني. طيب ليتو، ودرجه الحراك السياسي ممكن ياثر على الامن بتاع الانسان الشخصي او المجتمعات؟ الحراك السياسي بشكل عام، المتغيرات السياسيه كيف ممكن تاثر سلبا او ايجابا على الامن اللي احنا بنتكلم عنه؟ شوفي، الاستقرار النفسي بيخدم القضايا بالنسبه للاشخاص، وزي ما قبل اتكلمتوا في سيكولوجية التفاوض انه الناس ما بتكون متفقة، فبعض الاشخاص بيكون عندهم اجندة مختلفة، فواحدة من الاسباب او واحدة من الاشياء اللي بتخدم اجندتهم انه يكون فكرة عدم الاتفاق والفتنة ولا اخر التفاصيل الكثيرة اللي اتكلم عنها البروف جبيل، هي عندها علاقة بالافكار. انا عشان اسرع للافكار واسرع للاستقرار النفسي فبالتالي بتعامل مع موضوع الامن النفسي، سرعة احساسك بانك انت قاعده هسه في مكان ممكن يحصل فيه اي حاجه، ده بيسبب كثير من القلق والخوف، صح، وبالتالي بيكون في قدره على الاستسلام وحتى في انك انت تفكري في حل ممكن يكون الحل ذاته ما صحيح، يعني ممكن تتخبطي في شكل الحلول عشان انت تصلي للحل، يعني انت نفسيا ما المعني. مستقر فبالتالي قرارك ما حيكون سليم بالضبط، والحلول دايره قدره عاليه من الافكار لانها هي عندها خطوات، عشان انا اصل لحل مفترض افكر في المشكله في ابعاد المشكله اخذ كذا حل الى اخره، يعني عندها اساليب معينه لحل المشكله، فاذا كانت اساليب علميه او اذا كانت الاساليب التقليديه العاديه اللي احنا بنستخدمها في مشاكلنا البسيطه في الحياه اليوميه، فده كله ما انت ما حاسه بالامان، ده كل الدنيا دي كلها بتجوط معاك يعني. امان البلد هو امان الشخص نفسه، ونرجح شويه كده في الاحداث السابقه كان كثير جدا من الشائعات اللي هم الأسر في الولايات في مناطق السودان المختلفة عندهم أبناء هنا برضو فهم قلقانين
قلقانين شديد حتى للوضع ولابنائهم بالتحديد، خاصه وانه العيد الجده جغى على غير العاده، يعني كل الاسر كانت هي في حاله من الحزن. فنشوف تاثير الامن برضه، هل ممكن يسبب قلق؟ وبالنسبه لكل الحاجات اللي حصلت في الفتره اللي فاتت، اذا تكلمنا عن حد الشائعات، هي ممكن تكون واقع الحياه او واقع الاحداث مرات بيتطلب او بيدي فرصه، او عدم تداول المعلومه الصحيحه او حجب المعلومه الصحيحه نفسها بياثر على موضوع انتشار الشائع. يعني الشائع ما بس عشان انت تخدم بيها، مرات انه لما تكون انت ذاتك ما عندك معلومه. هسه انا مثلا ما عندي معلومه، المعلومه مغيبه منك، مغيبه مني، ما في مصداقيه حتى في المصادر اللي بتجيب لي معلومه كويس، برضه ده بياثر. كل الاشياء دي ممكن تاثر في زياده الشائعات، وانه انا ممكن اصدق اي خبر لانه انا محتاجه اعرف. احيانا حتى الواقع الحقيقي ما شائعات، كلام حاصل وحقيقي وموجود، برضه بأثر عليه الامن النفسي بالنسبه للاشخاص، وبتبقى تداول الحاجات فيها كثير من الاختلاف. لانه حتى السرد، يعني ناس نحن يعني في الورش بنعمل حاجه في الرول بلاي، مثلا تقولي قصه صغيره زي 30 ثانيه لشخص اول، وتطلب منه يقول للثاني في اذنه، لما الناس كلها تخلص وديك القصه ثاني بيديك بشكل مختلف وبزياده، معلومات مقيبه، معلومات زايده كويس الى اخره. والسبب في كده شنو؟ انه طريقه استيعاب المعلومه نفسها، طريقه برمجه المعلومه، طريقه استخراج المعلومه ما واحد عند الناس. فبالتالي كل شخص اذا استثنينا موضوع الاغراض الشخصيه والاختلافات اللي بين الناس، بنجي نلقى انه حتى شكل تداول المعلومه وفهم المعلومه وسرد المعلومه بيختلف من شخص لاخر. وكلامك ده جميل، لكن انا اقصد القلق ممكن يسبب حاله نفسيه، بما انك يعني اختصاصي نفسي، يعني القلق ممكن يسبب للشخص حاله نفسيه ويدخل في مرض. يعني هو طبعا اذا تكلمنا تحديدا عن الاحداث اللي فاتت، عندنا حاجه اسمها البوستروماتيك ديس اوردر، اللي هي اضطرابات ما بعد الصدمه، ويمكن دي حتى في التفاصيل الكثير اللي حصلت اللي كانت صعبه وسيئه علينا. انت قلت في عيد، انا بالنسبه لي بشوف انه اصلا ما كان في حاجه اسمها عيد. كل الحاجات دي تاثيرات النفسيه كانت صعبه جدا، وفي ناس كثير اتضرروا منها، في ناس كثير اتاذوا منها، واستناوا في حالات كثيره جدا. يعني زي ما قلت لك، في معلومات كثيره مقيبه عننا، في حاجات كثير احنا ما قادرين نعرفها لحد هسي، لكن يظل التاثيرات بالذات زي ما قلت لك، الحاجه اللي عندها علاقه بالبوستروماتيك ديس اوردر اللي هي اضطرابات ما بعد الصدمه. الناس كانت في حاله بتاعت فرح، الناس كانت في حاله بتاعت امل، في حاله بتاعت رجاء، في حاله بتاعت استقرار نفسي، في حاله بتاعت قدره كبيره من الحريه على التعبير ابسط حاجه. فجأة اصبح كل شيء، كل دين عدم، بالعكس في حاجات كثيره جدا حصلت. فده كله تاثيراته النفسيه صعبه جدا، والى الان احنا لو كنا صادقين مع نفسنا بنحس انه الحياه ما ماشيه زي ما احنا عايزينها، اي في دوام، اي في مدارس هتفتح، اي الى اخره، لكن كاوضاع نفسيه ناس كلها تعبانه. طيب مجتمع ناقص الامن النفسي بيساوي شو؟ يعني هسه بنتكلم عن تاثير الفرد، سواء كان الاطفال او الشرايح اللي ممكن تكون متاثره في المجتمع، لكن المجتمع اللي ما فيه امن ده بكون ماله؟ بسبب عدم استقرار للمجتمع، خوف وقلق مستقبل، خوف على الحاضر، عدم التزام في كل مساوئ امور الحياه. ويوم بيمشي لمده 24 ساعه، لكن في النهايه كاحداث بنلقى هي احداث خاويه من الحياه، فيها كثير من القلق من الخوف، فيها كثير من القلق للمستقبل، فيها كثير من عدم الطمانينه والراحه النفسيه. ما حسب طعم الحياه ممكن تكون؟ اكيد اكيد يا اسراء، يعني ما في زول ممكن يشعر بطعم الحياه ولا يحس بالاستقرار طول ما هو حاسس انه ما في امان. يعني فالموضوع بالنسبه للناس بيبقى اكبر من انه شنو الحاصل. يعني حتى المخاوف ممكن تمتد، شنو الحاصل والترقب من بكره اللي حيحصل شنو؟ ايوه، قلق المستقبل، حتى شنو ممكن يحصل بالنسبه لي انا كشخص او كاسره او كبلد او كوطن او الى اخره. يعني كل الحاجات دي بتكون تاثيراتها باقيه بالنسبه للناس. نحن كان بدينا انا واسراء وانت كمان كل المشاهدين، بدينا بالحاله النفسيه او المزاج العام اللي بيكون مع الصباح قد يؤثر ايجابيا او سلبيا. ذكرتي انه تخد شماعتك او في الشماعه كل مشاكل حياتك وهمومك وتدخل يعني مجرد يعني. فعايزين نشوف برضه الامن النفسي وتاثيره على مستقبل الشخص. يعني لما انا اكون مستقر نفسيا وعندي سلام داخلي بتفوق في مجالات المختلفة، بكون شخص يعني بقدم يعني للبلد ولنفسي. أول حاجة بتكون شخص إيجابي، والشخص الإيجابي هو عنده قدرة عالية جدا على التفكير، وعنده قدرة عالية جدا على الابتكار والإبداع، وعنده قدرة عالية جدا على التخطيط، ودي كلها سلالم للنجاح. يعني طول ما أنا عندي الحاجات دي
بقدر اطلع النجاح سلم سلم بخطى واثقه ومثبته. ما في شخص ما عنده مشاكل، ما في شخص ما عنده اختلافات في بعض الاشياء اذا كان داخل عمله اذا كان داخل بيته الى اخره، لكن بتظل دي الاشياء الاساسيه اذا كان قدرت حققت السلام الداخلي والاستقرار والامن النفسي. يعني على الاقل بيكون نزول ايجابي تجاه نفسه. حقيقه اتمنى الاستقرار والامن للبلد باذن الله وللشعب السوداني، لانه بجد البلد والناس بتستحق، الانسان السوداني بيستحق الاستقرار والامن، وتنعم ينعم السودان بسنوات قادمه أفضل وأجمل وأخضر وأنظر، تخفف كل الآلام والمواجع العاش السودان وعاش السودانيين في الفترات الفاتت. نحن نتمنى يا إسراء أنه بلدنا تنعم بالأمن والاستقرار. شكرا دكتورة إسراء عز الدين شبيكة، اختصاصي علم النفس، كتر خيرك. شكرا إسراء، يوم سعيد عليكم وموفق مع بداية الأسبوع. اللهم إن شاء الله. تواصل معكم مشاهدينا، فاصل ونواصل.